أهلا بكم في حلقة جديدة من جدل. أثارت قضية لاعب المنتخب المصري عمرو وردة الكثير من الجدل بين الناس. القضية سلطت الضوء على التباين داخل مجتمعاتنا حول الطريقة التي يجب اتباعها للتعامل مع الشخصيات المشهورة حين ترتكب أخطاء مثل التحرش وغيرها. الشارع انقسم بين مؤيد للتشدد في محاسبة المشاهير على أخطائهم كونهم شخصيات عامة في المجتمع، وبين داعين لمحاسبة المشاهير مثلهم مثل غيرهم حتى لا يكون هؤلاء المشاهير عرضة للابتزاز والاستغلال، وآخرون دعوا لإعطائهم فرصة ثانية. سيشاركني في إدارة الحوار البروفيسور علام أحمد مدير مركز التمويل الإسلامي والقانون والمجتمع. سيكون معنا جورج مراش ناشط مجتمعي في بناء السلام والعدالة المجتمعية، آسر حسين صحفي رياضي، دكتور سيلين جريزي الأكاديمية والباحثة، ودكتور شادية عمر ناشطة اجتماعية وسياسية. أهلا بكم جميعا. نبدأ كالعادة مع تصويت عبر تويتر. انطلاقا من قضية عمرو وردة، سألنا هل يجب التشدد في محاسبة المشاهير على أخطائهم أم أن هذا يعد ابتزازا لهم؟ والنتيجة 77% يرون أنه يجب التشدد في المحاسبة، بينما يرى 23% أنه لا داعي للتشدد في المحاسبة، ولكن هذا لا يعني عدم المحاسبة كليا. بعض التعليقات على سؤال الحلقة: يجب المحاسبة كأي شخص عادي، ونفس القوانين يجب تطبيقها على الجميع سواء أفراد أو جماعات، لأن المشاهير أو ما أصبحنا نطلق عليهم لقب النجوم شئنا أم أبينا أصبح لهم قسم كبير من الشباب والمراهقين يتابعونهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يتأثرون بهم سلبا أو إيجابا. لذلك عندما يخطئ عليه أن يحاسب، وخاصة في قضية التحرش. أنا قلت يتشدد في المحاسبة عشان دول المفروض أنهم رموز تمثلنا خارجيا وداخليا، وهناك من يأخذهم مثلا له. لدينا أربع مداخلات مصورة، نسمع إلى المداخلة الأولى. برأيي لا يجب التركيز على أخطاء المشاهير وحياتهم الشخصية، لأنهم غير معصومون من الخطأ وهم بشر في نهاية الأمر، والتركيز على مثل هذه المواضيع يحيد بالناس عن القضايا الجوهرية في مجتمعاتهم. هذه المداخلة الأولى. مداخلة ثانية. أنا برأيي أنه الإضاءة بشكل كبير على أخطاء المشاهير يعتبر ابتزاز لهم، لأنه أي حدا ممكن فينا يقع بهاي الأغلاط وأنه يكون سبب في هاي الأغلاط، لأنه ما في حدا معصوم عن هاي الأغلاط. لكن برضو بنفس الوقت أنه ما بصير أنه إحنا لأنهم مشاهير نسلط الضوء عليهم ونكون كل التركيز والفوكس عليهم هم. لازم يكون في طرق بديلة، خاصة أنه في ناس كثير بتبع عدد كبير من المشاهير كونهم أنهم مثلهم الأعلى لهم. سنتحدث عن موضوع الابتزاز والاستغلال لهذه القضايا. مداخلة ثالثة. بالنسبة لي أي مشهور كان، سواء في عالم الفن، في عالم الكرة، في أي حاجة، يعني أي مشهور هو ملك، ما عادش ملك الروح، هو ملك الجمهور. أنا بالنسبة لي يعني أي مشهور لازم يركز، لازم يعرف شنو يهبط في السوشيال ميديا، لازم يعرف شنو يهبط في الباج فيسبوك أو انستغرام متاعه، لأنه كما قلت ولا ملك جمهوره، لازم يعرف روحه شنو يقول. ونقطة مهمة جدا تتعلق بضريبة الشهرة التي سنتحدث عنها أيضا. مداخلة أخيرة ونبدأ النقاش. تناول قضية المشاهير
له أبعاد مختلفة. أولا هؤلاء الأشخاص ارتضوا أن يكون شخصيات عامة من خلال سعيهم المتواصل أن يكون شخصيات عامة، وهذا يدعو للصحافة والمتابعة ومتابعة كل أخبارهم بصفتهم قدوة للمجتمع. يعني ممكن يكونوا أشخاص مغنيين رياضيين أو حتى سياسيين وكل الأشخاص المنتخبين، لكن يجب أن تكون الصحافة تلعب دور أن لا تنسب لهم أي تهمة أو أي اتهام إلا أن يكون ذلك صادر عن جهة رسمية، وخاصة فيما يتعلق بالقضاء والدعاء العام أو حتى خبراء قانونيين، حتى نتجنب إحنا نبتعد عن اغتيال الشخصيات وأن لا نكون هناك اغتيال لهم من خلال إطلاق أحكام مسبقة عليهم. بروفيسور علام، أهلا بك مجددا معنا في جدل. في سؤال يطرح، لماذا مثل هؤلاء الشخصيات المشهورة لديهم كل شيء، يمتلكون الشهرة، المال، ربما أيضا المعجبين، لا ينقصهم أي شيء، ومثل عمر وردة حتى أنه شكله مقبول، لماذا يلجأ هؤلاء إلى التحرش؟ والله شكرا جزيلا. انا بشوف يعني واحد من الاسباب، يعني يمكن في ناس يكونوا مؤهلين احسن مني بتاع علم نفس ويمكن يقدر يجاوب على السؤال شخصية الانسان ليه بكل لو كل هذه المزايا وبرضه يمشي يعني يعمل هذه الاخطاء مثلا او زي ما نسميها. لكن انا في رايي حقول انتبه لاشياء بسيطه. الشخص اللي بيجي مشهور او المشاهير ديل في الأساس هم من المشاهير ديل، المشاهير ديل ناس زينا عاديين، لكن ظهرت لهم بعض الامتيازات أو الخصائص جعلتهم لافتين للانتباه. يعني مثلا بتلقي في حاجة لفتت أنظار الناس له، ومرات زي ما أنا ذكرت يمكن قبل أنه بيكون حصل لهم تطور في هذا المجال، كان في السياسة، كان في الفن، كان في الكورة مثلا، بسرعة أكتر من كان. يعني نضوجهم في هذا المجال كان سريع جدا. يعني زي ما أنا ضربت مثال بروني بتاع بريطانيا، روني من هو صغير قبل ما يمر بمراحل كثيرة في تطوره كلاعب كرة قدم حصل له شيف طوال لمانشستر يونايتد، وفجأة بقى يعني مع اللعيبة الكبار. يعني في زمن ما مر به عشان يطور نفسه يبني شخصيته ويزقله تماما، يعني حصل لهم شيفت سريع أو نغلة سريعة. دي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية المفروض ننتبه لها برضو عشان نعرف إنه ليه بيعملوا كده، هم ذاتهم فجأة بيلقوا نفسهم بيشاهدوهم وبيتابعوهم بالملايين، وده السبب مش لأنه شهرتهم ويعني خاصيتهم الخارقة دي، وإنما لأنه إحنا هسه حاليا في عالم بيقى كله موجود في الموبايل في الجوال، ده كل العالم بيقى في هذا الجوال، واستعمالنا لهذا الجوال من عدة نواحي بالذات في وسائل التواصل الاجتماعي فيه تحفظات كثيرة جدا في العالم العربي، الطريقة اللي بنستخدمه بها الألفاظ. فهو فجأة هذا الشخص يلقى نفسه بقى في محط أنظار كل العالم في زمن قصير جدا، هو ذاته بقى ما قادر يتدارك نفسه. يعني حتى لو أخذت مثلا هذا المثال، هو عشان يمشي يجيب له حد ويقول له يا أخي أنا بقيت مشهور جدا، عايزك تساعدني كيف أنه أتعلم، لأنه أنا حكون بعد ده نموذج للناس. يعني أي حد يلعب كرة قدم اليوم بيكون ده نموذج بالنسبة له، كيف أنا أخلي شخصيتي تكون شخصية مثالية، ما بكون عنده زمن. وهذه يعني طبيعة الإنسان كده، أنه أي شخص بقى نفسه في الميديا ومشهور ويمشي أي مكان. أنا أي لاعب بس أشوفه، أنا مرة قابلت جاري لينكر مثلا في واحد من الشوبزي، أنا كنت عايز أتصور معه عشان أروح لأصحابي أقول لهم اليوم قابلت جاري لينكر مثلا. فدي طبيعة بيكون في أي مكان، هو يلقى الناس محاوطينه، ما بيلقى زمن حتى أنه يطور نفسه ويدرس ويقرأ حتى هذه الكتب، ما عنده زمن يعني عمل الأشياء دي كلها. السبب الثالث، استخدامنا للسوشيال ميديا يعني فيه شريحة، أكثر شريحة بتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي هي الشباب. ففي فارق في فهمنا نحن الكبار والشباب في التعامل مع هذه الوسائل. فممكن حاجة هو يعملها يكون الشباب ما شايفينها يعني حاجة شاذة شديد زي ما نحن الكبار بنشوفها شاذة شديد. فبيحصل الخلط في إنه نحكم عليه وكيف. دي برضو لها أسباب. يعني عشان نجي نحلل هو ليه بيعمل كده، ده موضوع بسيط براهو. الحاجة الأخيرة بس دارس كرة، في فرق ما بين التحرش وما بين التعرض لهذا الكم الهائل من التويتس والتعليقات. يعني اللي لسه بيشوف مثلا رونالدو بيخش في الفيسبوك بيجيب لك هو في البيت مع عياله وزوجته وغيره، ملايين بيخشوا بس يتابعوا فيه هو في البيت. طيب لو بكره حصلت اي حاجه منه، نفس الملايين ديل بيجيون طوال التويت انه رونالدو عمل او زي ما ضربت المثل هنا. فهو يعني السبب تاني مهم ننتبه له، انه مرات كثير ما بتكون هي تحرش. اللي بيحصل في الميديا ده ما تحرش، بس انت عندك ناس بتابعينك معجبين بيك بالملايين. يعني ناس انت حضرتك لو بتابعوك بالملايين
ما بتقدر تخلصي من الواتساب نعم. جروب وكده. نعم. فدي هي النقاط المهمة عشان تكون بداية انك الناس تفهم المشكلة بتيجي من فين نعم. اساسا. آسر أهلا بك، عندك دقيقتين لحتى تعطينا رأيك في الموضوع، كيف كان يجب التعامل مع قضية عمرو موطة؟ أهلا بك يا ريما وبضيوفك الكرام، وأنا سعيد أني بشارك من جديد في برنامجك المحترم. خلينا نبدأ معاك يعني تعريف بسيط كده. هل إحنا اللي قاعدين هنا في دائرة النقاش وضيوفك المحترمين والجمهور ضد التحرش ولا لا؟ هل التحرش جريمة ولا لا؟ حاجات بديهية جدا، سؤال الطرح يعني آه أو لا. لو اتفقنا انه جريمه يعني اعتقد المفروض نتفق على كده، ده مش كلامي انا، القانون المصري للعقوبات بيقول التحرش جريمه بموجب الماده 306 ب، وتصل العقوبات فيه الى حد الحبس 6 شهور لخمس سنين و50 الف جنيه مصري غرامه. تحرش جريمه، مش انا اللي بقول، قانون العقوبات المصريه اللي بي بي يعني اي حد عايش في مصر لازم يتبعه. خلاص، سؤالك كان انه كان المفروض يحصل كده ولا لا. الدكتور ذكر مثالين مهمين جدا وهم كريستيانو رونالدو وروني. نبعد عن روني شويه، كريستيانو رونالدو كان عرضه لحاجه شبه دي. كريستيانو رونالدو النجم الاوحد اللي يمكن احسن رياضيين اللي جم في تاريخ العالم، هو ميسي افضل اثنين لعيبه في العالم. ال 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 بس يعني في اختلاف كبير جدا في القضيتين اللي حصل مع كريستيانو رونالدو. لعيب مشي من انجلترا سنه 2009، بيلعب في مدريد ودلوقتي في يوفنتوس، من ساعتها مشي من 2009. تطلع السنه اللي فاتت ادعاء من سيدة انه تحرش بيها ويمكن اختصابها كمان عنوة او كده. طلع عمل تصريح، ده ما حصلش، وانا ده عكس كل مبادئ اللي انا عايش بيها. في قضية في المحاكم وانا في انتظار الحكم، حتى لو كنت مدان يبقى اكيد هم لقوا في الادلة المدان. القصة مش كده خالص. عمرو وردة ليه تاريخ طويل جدا في حوادث شبه دي. اللي حصل انه عمرو ورده بدا بانه انا يمكن برضو هقول حاجه صغيره جدا. الازمه عندنا متقسمه لكذا عنصر وكله داخل في بعض. حاله الاستقطاب اللي حصلت في مصر هتاثر زي ما احنا شايفين او هتستفز يا ريما حاجات صغيره زي موضوع عمرو ورده، زي راينا في فنان نعم. زي راينا في فنانه، زي ماتش كوره، هتبدا تشوف تطرف اقصى اليمين واقصى اليسار ومفيش حتى نقطه نلتقي فيها اجتماعيا. حسن ذكرت نقطه مهمه واعطيت مثل مقارنه بين ما حصل بمصر وبين مزبوط. ما حصل ببلد اجنبي، هذه نقطه مهمه سنعود اليها. دكتوره سيلين، عمرو ورده بالاعتذار بالفيديو لم يعتذر من الضحيه، يعني اعتذر من الجمهور ومن الفريق ومن الشعب المصري. برايك هل كان هالاعتذار مقبول أم لا؟ هو أن هناك نقطة مهمة يجب الإشارة إليها، وأن المشاهير لا تخاف من المحكمة أو من العدل بقدر ما تخاف من محكمة الرأي العام عامة، لأن الناس أو الشعب لم يعد يفرق بين الشخص كرمزية وبين الشخص كبني آدم في حياته العادية والطبيعية. يعني أصبح كل ما يقوم بهذا، يعني حتى معايير التوب موديل أو الأيدول عندنا تغيرت. مثلا كانت الناس تأخذ القدوة بواحد عالم قف رجل علم وكذا، الآن مثل ما تفضل الزميل وذكر هناك يعني نزول في مستوى الخطأ، ليس في المشاهير، الخطأ في الناس التي تتبع هذه المشاهير. تعطيهم حجم أكبر من أحجامهم، نصل أحيانا إلى تأليههم، إلى أن كل ما يقومون به هو شيء جميل ويجب اتباعه. وهنا تدخل الأسرة، أين الأسرة في التربية، المدارس. أنا ابتسمت لما قال أنه راح يتصور عشان يوري صورة، يعني رمزية أشخاص هو أفضل منه في المستوى العلمي ممكن وفي المستوى المادي أو في أي مستوى، لكن الصورة أو الزخم الإعلامي الذي يعطى لهؤلاء أشخاص أحيانا لا يستحقون ذلك. أن يعتذر عمرو وردة، قبل وردة هناك سعد المجرد، هناك طارق رمضان، هناك حتى في فرقة نواغ دي جي في فرنسا عندنا واحدة عفوا بنزيما كان لا لا مش حتى بنزيما، في يعني فضيحه الرياضيين. الموضوع لا يقتصر على الرياضيين ولا على الممثلين، حنحكي عن الفنانين وحتى السياسيين. فالاعتذار لماذا؟ الاعتذار له رمزيه كبيره، هو لم يفهم مستوى تفكيره، لم يصل الى تفكير الى انه قد اجرم في حق شخص بالضبط. لا، هو خاف من الزخم الاعلامي وخاف من 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 المحاكمه الاعلاميه، لان الاعلام قد يعني يدمر مستقبله، قد يدمر علاقاته الشخصيه، قد يدمر يعني
حتى طموحه قد يضع له حدا. فللأسف هذا يظهر كمية اللاوعي لهؤلاء المشاهير أو لهذه الرموز التي يضعها بعض الأشخاص لأشخاص قد لا يستحقون أن تكون عبقريا. لا يعني أن هذا يعطيك الحق في أن تكون رمزا. ليس كل العبقرية في أي شيء أن تجعل منك أن تكون رمز. العبقرية هي هبة، لكن أن تكون رمز وراك أجيال وراك ناس. أنت هاي كان نفس رأي أبو تريكة بفتكر لما علق على الموضوع وقال أنه يعني هو لاعب مميز ولكن الأخلاق تتقدم طبعا على كل شيء. جورج أهلا بك. أدي نسبة الأشخاص اللي بأيدوا رأيك أنه كان يجب التشدد بالمحاسبة مع عمر وردة ومع غيره من المشاهير؟ بفكر نسبة قليلة أم لا؟ الحقيقة إذا بدي أبني على الاستبيان اللي عملته على تويتر، لقيت أنه كانوا 77 اللي عم يوقفوا مع هذا الرأي واللي عم يقولوا إيه لازم يكونوا متشددين. وكعلاقات شخصية بالمجتمع اللي بعرفهم والعالم اللي كنا نتحدث عن السيرة، لقيت أنه أغلب العالم هي كانت عم تقول أنه لا، لازم يكون في عقاب أكبر، لأنه هن هدول الأشخاص عم يعملوا رول موديل العالم كتير، عم يوصلوا لشرائح كتير كبيرة. على تليفونه بالبيت على إنستغرام عم يوصل لما بعرف كم مليون شخص، يمكن بورشات تنمية أو بالجامعات ما عم نوصل لهي الأعداد بالتعليم. فهو شخص أكيد عنده وصول كتير كبير، عنده إكسبوجر عالي، لا أكيد لازم يكون عم يتم محاسبته بطريقة مختلفة. وبلاقي إنه كانت النسبة كتير كبيرة. ما هي الطريقة المختلفة؟ أسا بيقول إنه وفق قانون العقوبات المصري بتصل العقوبة السجن لخمس سنوات وغرامة 50,000 جنيه. أنا ماني مع أنه يكون في عقوبة مختلفة، ولكن العقوبة لازم تكون أول شيء علنية. هذا الشعب والجمهور اللي عم بيشوف هاي القصة لازم يكون بالإجراءات كاملة. المحاميين اللي بتعرفي الوضع بندفع له شوية مصاري بغير التهمة، بيقدر يطلعه بشكل بيدفع كفالة مادية أو شيء. هذا الكلام لازم ما يكون مقبول، لأنه هذا الشخص عنده إكسبوجر عالي، فالمحاكمة تبعه أكيد ما حتكون مثل غير شخص. لازم تكون متابعة من الرأي العام كاملة، لازم يكون في وصول للتلفزيون للإنترنت لكل هدول الأشخاص ليقدروا يشوفوا شو عم بيصير. فأنا هاي بشوف الطريقة اللي لازم تكون مختلفة، بينما محاكمة شخص آخر دائما بتكون بين القاضي والضحية والمتهم مع فريق المحامين الموجود. بس هو بهي الحالة لازم تكون أكبر، لازم يكون في وصول لكل شخص هو قدر يوصل على بيته من تليفونه. لازم هن يكونوا قادرين يوصلوا لهي المحاكمة ويشوفوها، ويكون لهم إنبوت كمان إذا كان ممكن أنه يعملوا مداخلة. نعم الدكتورة شادية، هذه القضية أثارت السؤال حول طريقة التعاطي مع المشاهير عندما يرتكبون الأخطاء. لما نحن ننظر لهذا الشخص المشهور على أنه قدوة أو رول موديل مثل ما كان عم بيقول جورج، هل يعني أنه نتغاضى عن أخطائه أم ما نتشدد في محاسبته مثل أي شخص آخر؟ لا طبعا بالتأكيد أنت ما ممكن تتغاضى عن أخطاء إذا كان إنسان عادي أو حتى سيلبرتي أو ذو المشهور. فيعني أنت حتتعاملي مع إذا إنسان عادي ما مشهور غلط حتحكميه، وإذا إنسان مشهور غلط مفروض يتحاكم. بس كمان إحنا ما ننسى حاجة مهمة جدا، إنه إحنا المشهور بنستخدم سلاح الرأي العام عشان نعاقب المشهور معاقبة أكبر ومتشددة، مش بس في المحكمة. يعني الرأي العام حيأثر على القاضي وهيئة المحكمة، وقد كمان يأثر على إصدار الحكم ويكون حكم بالجد يعني جائر مش حتى قدر التهمة. كمان الرأي العام حيستخدم ضده وضد عائلته إلى أبد الآبدين، فهو مش حيدفع بس الغرامة وحيدخل السجن، لا هو اجتماعياً حينتهي برضه. فأنا بفتكر إنه لازم حتى هو مشهور محاكمته تكون بمعزل عن الرأي العام. يعني مفروض القاضي ما يخد في الاعتبار إنه هو ده مشهور وحيأثر على أجيال وكل المؤثرات اللي ممكن تؤثر على الحكم. هو يتحاكم حسب القانون نفسه نفس أي إنسان تاني عادي، لأنه حتى إنه يعني هو مشهور أو لاعب كورة أو سياسي أو غيره، ده نتيجة برضو لاجتهاد. يعني الناس ما تنسى إنه اجتهاد وتعب ودراسة وعلم وفن وما يتحسب ضده. لكن للأسف دكتورة المحاكمة في أغلب الأحيان المحاكمة المجتمعية عم بتكون ضد الضحية ليست ضد الجاني، وهذا ما حصل مع مريهان. يعني في نسبة تنمر عالية ضدها على وسائل التواصل الاجتماعي. أيوة بتحصل، يعني بتحصل إنه فعلا هم بتنمروا ضد الضحية، لكن دي برضو حتى في الحالات العادية. يعني إحنا مجتمعاتنا للأسف العربية دايما ضد الضحية سواء كانت عادية أو مشهورة حتى. فلكن أنا أعتقد في حالة وردة كان في تشدد يعني في معاقبته في الكلام. وأنا برضو عاوز أضيف حاجة على الاعتذار، هو ما اعتذر لأنه يعني إجنور الضحية أو الجاهلة. الاعتذار بالنسبة له اعتراف
بالجريمة. يعني هو لو طلع واعتذر هو معناها اعترف، وأنا أعتقد أنه هو لسه متحاكم ولا فتحت يعني القضية، فهو ممكن يعترف يعني على الإعلام، يبقى المحاكمة انتهت already. وإذا ما حقق المنتخب المصري البطولة هل ستموت هذه القضية أسر؟ والله يا ريما السؤال ده مهم جدا، لأنه يعني في مربط الفرس، لأنه الحقيقة يعني وبنتكلم الكلام ده يعني أنا يمكن لظروف يعني دراسة وغيره هنا في لندن، لكن غصبا عني قلوبنا كلها مع المنتخب، بطولة على أرضنا بنتمنى يحققها، ولو ما حققهاش لا قدر الله ياخدها أي منتخب عربي يا رب. لكن الحقيقة كل ما تم، عشان هنا بنتكلم على المؤسسة اللي مفروض تحاكم هذا الشخص أو تتعامل معه قانونا زي ما القانون بيقول، اتحاد الكرة المصري الموقر عمل كل شيء عشان يعني يضايق الشعب أو يعكنن على الشعب ويخلي البطولة يبقى فيها مشاكل. فإحنا لو بنتكلم على حماية لعيب أو بنتكلم على أنه لا معلش ما تكبروش الموضوع وإحموا اللعيبة، لا هو الحقيقة الجمهور تم طرح تذاكر أضعاف أضعاف قدراته المادية وراحوا ملا الاستاد عشان صورة مصر وعشان مصر، ونستحمل أكتر وأكتر عشان مصر. أكتر من 11 مرة يا ريما أو 11 باب بتعدي عليها تفتيش عشان تخش الاستاد، كأنك داخل مستعمرة مفيش مشكلة، وبنمنا الاستاد برضو واقفين ورا في ظهر منتخبنا. لكن احنا مش بنحمل غلط، احنا كشعب مصري مش بنحمل غلط. اللي حصل في 2011 والمنظر اللي العالم كله تعلم منه يعني ايه شعب مصري في 2011 الحقيقة شيء، واللي بيحصل النهارده شيء تاني خالص مجتمعيا، بيرجعونا للمربع صفر زي ما حضرتك قلتي وزي ما تفضلت الدكتوره وقالت، تحولنا من تحويل الجاني للبطل وهو اللي مسكين وبندافع عنه والضحيه. من امتى؟ من امتى؟ ودي حاجه يعني انا من خلال برنامج بقول يعني مش بس انا ضدها، بعتقد او لا ادعي اني اتحدث باسم الشعب المصري، لكن 80-90% من الشعب المصري ضد ده، انك تاخد صوره للضحيه قديمه عشان تثبت ده، وبعدين بتستخدم أسوأ انواع التنمر. احنا في 2019 تجيب شكل واحده قبل ما تتحسن في حياتها وقبل ما تبقى دلوقتي موديل، هل دي القضيه؟ شكل البنت كان القضيه، ولا شخص زي ما الاساتذه تفضلوا عشان عنده موهبه في حاجه معينه ويستحق النجوميه هو فيها لانه تعب عشان يوصل لها، دي جزء تاني خالص. لكن بيعتقد انه كونه لعيب موهوب كونه محترف وزي ما انت قلتي شكله مقبول شويه وصغير في السن حتى ما يفهموها انه تحرش منه. لا 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 عادي مقبوله، عندنا في مصر مقبوله، مجامله لطيفه هقول له يعني توصل له. يتحول الموضوع لانه يعني احنا بنقول يعني تحرش انت بتحرش، انت بتبعت لحد القبول او لا، لازم كل حاجه في الدنيا تبقى من طرفين ميوتشوال. انت بتبعت انا عمرو ورده بتاع شفت صورتك حلوه، ما بتردش على الرد بتاعك على الستوري بتاعتها، انت ردش عليها انت مش عارف انا مين، هو ده التنمر في حد ذاته. انت مين؟ او هي شافت انك عمرو ورده وهي مش مهتمه، الموضوع بسيط خالص. الاساتذه اتكلموا على العقاب، هو وان عقوبه ان احنا عشان مشهور، هو اللي عايز اقوله للاساتذه كله لم يتم عقاب الولد ابدا، لا على جريمته ولا حتى بشكل بتعمل حاجه تاديبيه انه يطلع من المعسكر. الموضوع ما كملش 48 ساعه ورجع 48 ساعه، ده بعد احنا نتكلم على قضيه مريهان، بعد كده بيظهر فيديو غير لائق على الاطلاق، غير لائق على الاطلاق، فيديو جنسي، وهو برضه بيعمل نفس الموضوع، بيحاول يكلم فتاه من المكسيك بالعافيه مكالمه جنسيه، بتقول له لا، بتقول له لا، هو بيبعت لها حاجات جنسيه. احنا بنتكلم على في حاجه في الولد، في حاجه مش مظبوطه، وده شيء يعني يشوف هيعمل ايه معاه، يعالج ازاي القصه. بنتكلم على معسكر منتخب، بنتكلم على جريمه، جريمتين ورا بعض للتحرش، وهم يقدروا يعملوا ده ضده، وبنتكلم على المؤسسه المعنيه بانها منتغلت وهي اتحاد الكره في هذه الحاله. طيب ذكرت المؤسسه المعنيه اللي هي كانت لازم تتخذ، ولكن ماذا عن اللاعبين؟ يعني هل كان تصرف، لانه في انتقادات كبيره لمحمد صلاح بسبب التغريده اللي على تويتر انه يجب اعطائه فرصه ثانيه، هي ما كان، هي فرصه عاشره ما بعرف، لانه عنده في كثير سوابق. برأيكم أنه كمان في خلل بطريقة التعاطي مع النجوم؟ يعني إذا النجم عنده رأي في الموضوع، والله هذه النقطة نقطتين أو ثلاثة يجب الإشارة إليها. هو القانون يسري على الجميع، وأساس القانون هو العدل والمساواة، ما سمحناش في عهد حمورابي والألواح 12 والتشديد، هذا من جهة. من جهة ثانية الخلل ليس في الأشخاص، ليس في هذول الرموز، الخلل في التركيبة الاجتماعية التي، هل مثلا توافق أنت على أنه كشخص مشهور تكون عنده يعني صلاحيات أكثر من شخص ويفرض رأيه على لا، وحتى لو عنده صلاحيات
مثلا انت في الحياه العاميه تريد ان هذا الشخص اللي هو مشهور تكون عنده صلاحيه اكثر منك، يعني تكون عنده اولويه او تخفيضات، لن توافق طبعا، فلماذا تريد التشديد عليه؟ هو المساواه لازم تكون في الايجابيات كما تكون ايضا في الحاجات السيئه. القانون يسري عليه، هو يضل قبل كل شيء، قبل ان يكون شخص مشهور هو شخص اعتباري مثلي مثلك، لديه حياه خاصه، لديه مستقبل، فلماذا تريد التشديد عليه؟ التشديد يجب أن يكون التجديد. لا انا بحكي عامة بحكي على الناس اللي يعني فلماذا نشدد على اشخاص؟ الخطا الذي ارتكبوه هو انه في ناس جعلت منهم، هم لم يجعلوا، هم عندهم موهبه، لكن هذا المستوى الذي وصل بشعبيتهم بالناس اللي اعطتهم قيمه، تحول التوجه او المسار او الغريزه او الطبيعه الانسانيه من رموزها، يعني لم نعد نرى مثلا حتى الفن، مثلا رموز الفن في مرحله من المرحلات كانت ام كلثوم، الان شوف من هم رموز الفن، يعني الطريقه التي يقدم بها الفن، يعني التغيير ليس حكرا او ليس بالضروره على الشخص، هذا من جهه. من جهه ثانيه أن لا يعاقب وردة، المشكلة ليست في وردة، ولا مشكلة في الاتحاد وفي القانون. لماذا لا يتم التعامل معه كباقي الناس؟ سعد المجرد مسك في فرنسا مرة ومرتين ومبحوث عنه، يعني ليس ما عندوش أي تفضيل على باقي الناس. لماذا نقول أن الخلل في هؤلاء الناس؟ الخلل في المنظومة القانونية والدستورية، الناس ترفض مثلا أن يعامل المشهور أفضل مني وأفضل منك، لكن في نفس الوقت لا يجب أن نحكم عليه لأنه يعني له يضل بني. ولكن دكتورة سيدين كمان نحن حتى نكون منصفين، في أشخاص بيتعرضوا للابتزاز وبيكون في اتهامات بالتحرش، وهي ما تكون تحرش، يعني بيكون في محاولة لاستغلالهم ماديا أو لتشويه سمعتهم من قبل زملاء المهنة، يعني هذه معروفة جدا وفي استغلال كثير كبير. هنا خطر ثاني، هو ده يعزز كلامي على فكرة، لأنه إذا ألقينا أشد العقاب على الشخصيات المشهورة سيكون عرضة أسهل، لأن ابتزازهم سيكون أسهل، لأن المشهور سيعرف نفسه أنه سيخاف، وهناك المواهب التي ستقف، يعني أنا غدا أريد أن أصبح مغنية أو ممثلة مشهورة، لا بقول لا، لن أتعامل، لن يتم التعامل معي كإنسان، كبني آدم، كمواطنة عادي على قدم مساواة، ستكون دائما عقوبتي أشد وليس لي إيجابيات، مثل ما يحدث أظن في كوريا عند لاعب الكرة الفرق التي تخسر يتم سجنها ولا يعني في مجموعة الأشياء، يعني فلماذا؟ هو إنسان يتعامل معه وفق القانون المدني أو الجنائي كإنسان، أما الجانب وتأثيره هذا كمان يعني فيه جانب كبير، فيه توعية الشعوب، التربية في البيوت، المدارس، أين نوجه أطفالنا، أين نوجه إخوتنا، ما هي الموت، يعني فيني النقطة حدنا نفتح النقطة اللي ذكرتها أو حتذكرها بعد الفاصل لأنه انتهى الوقت الجزء الأول. نعود لمتابعة جدل بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد، نبدأ مع تصويت الجمهور في الاستوديو، والسؤال: هل يجب التشدد في محاسبة المشاهير على الخطأ أم أنه يعد ابتزازا؟ تفضلوا. هل هو ابتزاز واستغلال للشخصيات المشهورة أم يجب التشدد في المحاسبة؟ عبر تويتر كانت النسبة عالية لجهة محاكمة وتشدد في محاسبة المشاهير، وصلت النسبة إلى 77%. لنرى الآن نتيجة 63% يجب التشدد مقابل 37% عدم التشدد في المحاسبة، يعني النسبة ما زالت أعلى لجهة التشدد في المحاسبة. قبل أن نبدأ بقراءة بعض التعليقات والاستماع إلى المداخلات، أي سؤال أو مداخلة من الجمهور؟ تفضل. يعطيك العافية. عماد من سوريا. أنا حابب أحكي بموضوع بمعنى قانوني أكثر، بمعنى التشدد في العقوبة أو عدم التشدد. هلأ ليش لحتى نحكي على شخصيات أو مشاهير معينة ونقول لازم نتشدد معهم الأحكام بتكون مشددة؟ لأنه أنا برأيي هدول الأشخاص عم يأثروا على أجيال، يعني اليوم أي كتير لاعبين لما بنزل بغير قصة شعره
قديش في مراهقين حيتابعوا الموبايل الاكسسوار، فتأثير كتير كبير. فبالتالي لازم تتشدد العقوبة. ونحن لما بنقول التشدد هذا ما هو ظلم، لأنه ضمن القانون في أحكام تسمى أحكام مشددة، ولكن هي قانون بالنهاية حتى يكونوا عبرة لغيره. تماماً. شكراً. شكراً لك. بنأخذ مداخلة ثانية، تفضل. هشام من مصر. أنا أكشلي أنا ضد فكرة، أنا مع فكرة العقوبة، لكن الطريقة اللي احنا بنناول بها الموضوع أنا شايف إن هو إن احنا مدين الموضوع أكبر من حجمه قبل ما القضاء يقول في رأيه، لأن احنا حكمنا على الشخص من خلال بس اللي احنا شفناه، لكن الحقيقة فين محدش فينا عارف الحقيقة فين. طريقة تناول الإعلام مثلا، الإعلام المصري لما تلاقي حضرتك شخص هو أصلا ما عندوش أخلاق ويطلع يقول الأخلاق قبل المنتخب في مصر، ده من الحاجات إن انت بتجيب ناس بتتكلم ما عندهاش نوع من الأخلاق أصلا تطلع تتكلم تقول اللعيب ده وحش اللعيب ده كويس أو أو أو. عندنا مثلا في مصر إعلاميين هجموا الولد مهاجمة فظيعة وعنيفة، عندنا مثلا في زي ما الأستاذ ياسر قال كريستيانو رونالدو، الموضوع اتاخد ازاي بشكل في أوروبا؟ هل اتشتم اللعيب الشتيمة والإهانة أو البنت بالكمية اللي احنا شفناها دي؟ نعم. عندنا كمية نقص في الأخلاق لا توصف في الحقيقة. شكرا. شكرا لك. تفضل. تفضل. أنا شيماء من مصر، بس حابة أوجه الأستاذ أسأل. أنت قلت أنه ظهر فيديو مخل لعمر وردة، أنا سمعت أنه الفيديو ما بيثبتش شخصيته، يعني أنه أنت إزاي تأكدت أنه هو ده نفس الشخص؟ بس ده سؤالي. شكرا. هنترك لأسر يجاوب، ولكن بعد ما نقرأ بعض التعليقات. شكرا لك. حسب ما سمعنا عنه أنه مش أول مرة يتحرش في سوابق تحرش وتم معاقبته فيها، الأمر المستهجن هو وقوف شخصيات أخرى معه رغم ثبوت الفعل عليه. نكتشف مع الوقت أن بعض الشخصيات تقف مع الجاني ضد الضحية لمجرد أن الجاني صديقهم. المشاهير هم قدوة لطبقة واسعة من المجتمع مثل المراهقين والشباب، لأن شبابنا سيأخذون أو سيحذون حذوهم، لذلك يجب أن يحاسبوا عند افتعالهم الخطأ. وهذه نفس النقطة اللي ذكرتها بطريقة التقليد للمشاهير، هو غلط أو هو غلط واعترف بغلطه أمام الكل، فما بلاش نكبر الموضوع. عندنا كم مداخلة؟ ثلاث مداخلات، نسمع إلى المداخلة الأولى. أنا برأيي الإضاءة على أخطاء المشاهير هو يعتبر نوع من أنواع الابتزاز، لأنه المشاهير أنه مثله مثل بقية الناس، أنه بيغلطوا يعملوا أغلاط. في كتير ناس بيغلطوا بحياتهم الخاصة، بشغلهم بالشركات، أنه بس لأنه هودي مشاهير عم بدوروا عليهم. وأوقات كتير عم نشوف أنه واحد عم ينطر حدا أنه يصير مشهور وعم يرجع بعدين يقول أنه صار معي كذا من سنة أو اثنين أو عشرة أوقات. فبعتقد انه ما لازم يتم الإضاءة على هيك شيء. كمان حيتناول مواضيع تانية وقضايا مثل مايكل جاكسون، حتى دونالد ترامب اللي الآن وصلنا للضحية 16 ضحية وهو بينكر، وحتى في أجوبة قال أنه من النوع اللي ممكن تحرش بهالنوع من النساء، فكمان طريقة الرد عم بيكون فيها كثير من التنمر. مداخلة أخرى. المشاهير اوريدي بيضلل اي حدا من المشاهير، بالاخر ايش هو بيصفي انسان، والانسان مش معصوم عن الغلط، فانه ما في داعي اي غلط بيصير من قبل المشاهير انه هذا الغلط ينشر او يتشهر فيه. يعني عم تحكي من مفهوم الستر على الفضائح. مداخلة ثالثة ونعود الى ضيوفنا. برأيي الإضاءة على أخطاء المشاهير هو واجب، خاصة إذا كانوا من فئة الناس اللي بيأثروا بالشباب أو بالفئة الشبابية، لازم يكونوا مسؤولين بكل تصرفاتهم لأنه هن قدوة. جورج، عندك تعليق على اللي ذكرته دكتورة سنين؟ بدي أشكرك، نقطة كتير مهمة ونقطة كتير حقيقية، وكتير أشخاص بيوافقوا، وأنا شخصيا أوافق على أنه نحن إذا بدنا نعيش بعالم وردي، أنا بقول لك ليش حتى المشهور يكون مختلف، ولكن هذا ليس الواقع. إذا بدي أعيش بالعالم اللي عم تقولي عنه، أنا بتمنى ما يكون في عنا عقوبة للتحرش، لأنه ما لازم يكون عم يصير، ما لازم يكون في حدا عم يتحرش بحدا لروح عاقبه، ولكن هذا ليس الواقع، هذه ما إنه الحقيقة. الأشخاص المشاهير إذا بده يلبس قطعة ثياب عم يأخذ عليها هذيك الحسبة، لأنه عم يعمل هاي الدعاية لهي الشركة، بينما أنا إذا بدي ألبس نفس القطعة عم روح أدفع حقها هذيك الحسبة لحتى أقدر ألبسها. فهو عرفان حاله وين عم بيروح، عرفان حاله وين عم يعمل، وعرفان حاله شو عم يوصل، وعم يأخذ الأكبر فائدة ممكنة من شهرته. بنفس الوقت لما عم يعمل الغلط ما عم بخاف، لأنه مثل ما عم تقولي هو عم بيقول لك أنا مثلي مثل غير، لا لا بالحقيقة ما أنا مثل غيره،
هو بالحقيقة عم ياخذ كتير benefits أكتر من غيره، سواء من ناحية القانون ولا من ناحية التعامل، ولا إذا ارتضى يكون تحت الأضواء فعليه أن يدفع الثمن. تماما. في كتير مشاهير وفنانين ما عندهم إنستغرام، ما عندهم فيسبوك، ما عندهم شيء، بيطلع بيأدي مهنته اللي هي التمثيل لأنه بيحب هالمهنة أو الغناء أو كرة القدم أو ما بعرف شو المهنة تبعيته، ويحمل حاله وبيرجع على البيت. ولكن هو الشخص لما عم يختار يكون عنده قنوات تواصل تبعيته وعم يوصل لهذه الشرائح من المجتمع، بده يعرف المخاطر تبعه والعقوبة تبعها اللي رح تكون أشد. بدك تجاوب على آسر، وبدي أسألك بالنسبة للتشهير، لأنه عم بتم تشهير أيضا بشخصيات، يعني مش معقول بعد وفاة مايكل جاكسون بسنوات بيطلع الناس بيتحدثوا أنه تم التحرش فيهم جنسيا، وفي هلأ مطالبات من جمعيات يعني من محبي مايكل جاكسون عم بيطالبوا بتعويضات. جاوب على سؤالك الأول، يعني قضية مايكل جاكسون الحقيقة ما كنتش يعني خبير فيها أو متابعها قوي، لكن طبعا يعني أنت ضحية. طبعا خدي بالك أنا مش بدافع طبعا عن القصة مايكل جاكسون عشان ما كنتش جوا القصة قوي، لكن ضحايا كتير 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 بياخدوا وقت عشان عارفين قد إيه ممكن يتم السفك بيهم لو طلعوا وتكلموا تجاه شخصية معروفة. بنتكلم مايكل جاكسون، مش بنتكلم على نجم عالمي، بنتكلم على أحد الضيوف الكرام من الجمهور قال بيأثروا في مجتمع. احنا جيلنا كبر عليه مايكل جاكسون بالنسبه لنا، فما نطلع ايه ده كان بيعمل كذا وكذا، عشان نتاكد من الكلام ده هيغير كل مفاهيم الطفوله، فالقضيه اكثر خطوره على اللي ادعوا عليه. بالنسبه للاسئله، هو انا فاكر الفيديو الجنسي اللي تحدثت عنه دليلك. هبدا باخويا هشام من مصر. انا متفق مع كل كلمه قالها هشام. عايز اكد لك انه في مهنتنا مش هنقدر نتكلم عن حاجه من غير مصادر، ودي المشكله يا هشام، ان اللي بيحصل في مصر دلوقتي من الاعلاميين واللي انت قلت اسمهم وانا معاك متفق معاك 100% هي عمليه لاستخفال الشعب المصري. الشعب المصري اذكى من كده بكتير، اديني فرصه بس اقول لك اذكى من كده بكتير. اللي انت بتتكلم عليهم انا عارف تقصد مين بالظبط، هم القائمين على اتحاد الكره وعملوا حاجات أسوأ من عمرو ورده حكم، لكن باكد لك برضو ان عمرو ورده زي ما قلت الاستاذه ريما وزي ما قلت الاخوه الضيوف، هو دلوقتي الجهه اللي تقدر تحكم عليه او تقول ايه القرار الانضباطي هي اتحاد الكره. هو قبل انه يتعمل لعبه اعلاميه بانه بنضرب ونلاقي هنقول ان احنا ضد ده وايه اللي عملته ده يا ولد يا وحش، وبعدين هنسحب القرار تاني وهترجع وتكمل المنتخب عادي كده. فهو قبل يكون ضمن المنظومه اللي فيها عندنا علامات كتير عليها. فده بالنسبه للقصه. الكلام احنا بنقول على الـ 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 الاستاذه الفاضله شيماء، ردا على سؤالك، انا ما اقدرش اطلع بالذات مع برنامج يعني قوي زي استاذه ريما من غير ما اتكلم. مثلا الفيديو الحقيقه هو عمرو ورده، والحقيقه انا بستغرب انه شخص زي ما احنا بنقول شخصيه كبيره جدا، يعني انا مليء وانا يعني يمكن معلش يا استاذه ريما احنا نعرف بعض من سنين عكس اللي بتقوله، يعني يمكن ده بندفع ثمن ان انت تكون في مجتمع زي مصر فيه ظاهره بنقول ان احنا متحفزين لكن بنعمل كل حاجه عكس كده، ودي عاده لازم نغيرها. فانا مع جدا حريه شخصيه الاشخاص، وعمرو ورده عنده الحريه المطلقه يعمل اللي هو عايزه طالما ما بيأذيش حد، اوكي. لكن اللي حصل عكس كده. الحاجه الثانيه، احنا بنقول احنا بنحمي نجومنا وبتاع، انتفض اللعيبه كلها عشان عمرو ورده وبيحموا، بس هل هم بيحموا لعيبهم لانه صاحبهم ولا لانه جزء من مهمه دلوقتي وطنيه ان احنا ناخد بطوله على ارضنا وبتاع؟ ولو دي القصه، لو القصه قصه تضامن يا ريما وهشام وشيماء، كان في لعيب سامعين فيه، لو بنتكلم على الموهبه، موهوب جدا جدا جدا، لعيب وسط ملعب اسمه احمد المرغني، القصه كانت من حوالي 4 سنين، الولد بيكون مواطن مصري كتب تويتر قال فيها ما بيحصل في بلدنا مش عارف ارهاب وكده، وانا بحمل كل ومعمم، يعني ما قالش حد حتى بصفه بحمل كل المسؤولين في الدوله، حرام ولادنا اللي على الجبهه بيموتوا واحنا في حرب ضد الارهاب وبتاع. عشان كتب التويتر دي، كان بيلعب في التوب ليفل عندنا في الدوري، فريق ماديا من اقوى الفرق، ما يمكن اغنى، يعني بينافس الاهلي والزمالك ووادي دجله، تم فسخ عقده، اوكي، تم اعطاء اوامر بانه ما يلعبش لاي نادي تاني، خلاص جاله عرض من الخليج تدخله انه ما يروحش اي حته تانية، راح لعب من الدرجه الاولى للدرجه الرابعه، والكره هي اكل عيشه، ما عندوش مهنه تانية، وولد من نوبه جميل، وطلع في برنامج عشان يعتذر، كان يعني عمليه بيحاولوا يورطوه يعني في انتقائيه طريقه. طيب انا ما شفتش الحقيقه كباتن المنتخب العظام كابتن احمد المحمدي وغيره، كابتن محمد صلاح وغيره، ساعتها انتفضوا من اجل مرغني وقالوا ده لازم ندافع يعني عنه. يعني بفتكر انه في ربط مع مصلحه المنتخب، ولا انه في فتره بطوله، يعني هذا اللي ممكن نفسر فيه. ما هو حضرتك كان لعيب في الدوري وكان لعيب منتخب في الناشئين، يمكن ما لعبش في الفريق الاول المنتخب، لكن قصدي لو قصه دفاع
مش مشكلة شعور نبيل انه تتكلموا كمجموعة واحدة وتدافع عن المنتخب، بس دورك مش قائد، وهنا بنتقد الحقيقة كابتن المنتخب احمد محمد، دورك مش قائد انك انت تنتقد قرار، يعني يمكن قبل ما يرجعوا يعني اول ما قرار تلعب بوقف عمرو وردة او ما يلعبش في المنتخب طلع انتقد القرار وهو جزء من المنظومة. خلينا اتفضلي وبدي اسالك كمان، انتوا يعني انتم كنساء موضوع التحرش قد ايه هو مهم، وبنفس الوقت قد ايه احنا فاهمين مفهوم، يعني عندنا مفهوم واضح للتحرش. تفضلي يا شيخ. طيب انا بس اعلق على نقطه اللي هي من قبلك، يعني نقطه مهمه جدا جدا في عدم عقاب وردة. هل هو انه القضاء ما هو جزء من منظومه النظام المصري كله والحكومه المصريه، فالناس ما تمشي للسياسه من المجتمع. فانا بعتقد انه حكايه انه يعني ما تعاقب الان عشان يدخل في 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 في, في المباريات ويكون الدوري، اعتقد هو الدوري او الكاس شغال، البطوله شغاله، هي عباره عن بزنس، موضوع بتاع قروش غير انه موضوع بتاع سياسه. المشكله انه احنا في مجتمعنا بنخضع لمصطلحات السياسه والسياسه اكثر حتى من المجتمع. يعني احنا عندنا التحرش قضيه حلوه لوحدكم بيناتكم كده، حاجه عاديه تعدي، لكن لما يقول ارهاب ده موضوع داخل فيه سياسة وأنظمة الدول وحاجة كبيرة جدا، فما ممكن يسمحوا له حتى لو كان الدوري أو البطولة هتتحطم. بينما التحرش ما مشكلة، ممكن نمشي التحرش عشان نضمن إنه الناس تدفع تذاكر ونضمن إنه البطولة تمشي، ففي البزنس بيدخل. فدي أعتقد إنها حاجة من الحاجات اللي أثرت على محاكمة وردة. إذا ما كان في سياسة داخلة في الموضوع وما في بزنس أعتقد إنه كان حيتحاكم. دكتورة شادية، موضوع التحرش هل لدى المجتمع العربي مفهوم واضح للتحرش؟ في اتهامات مثلا احمد الفيشاوي تحرش بهيفاء وهبي، بنرجع نقرا الخبر انه وضع ايده على بوستر لهيفاء وهبي باحدى المناسبات. فبالتالي يعني ما بعرف قد يعني ممكن احنا نفهم شو هو التحرش يعني او حدوده. ايوه بالضبط، احنا كثير ناس ممكن نتكلم عن التحرش، احنا النساء وبنتعرض له كل يوم. المشكله انه مفهوم التحرش عند معلش نقول الرجل الشرقي، يعني مش كل الرجال الشرقيين لكن المجتمع الشرقي، التحرش ما حتى يعني ما مفهوم، ما واضح. يعني مثلا انه معلش راجل يقول لك يا سلام عليك شكلك حلو لابسه حلو بتتكلم حلو، ما بشوفه انه ده تحرش، في حين انه هو تحرش. يعني اذا مثلا كان في المجتمع هو اطراء بعض، اذا انا ما قبلته، اذا انا عندي الحق اني اقبل او ما اقبل. يعني انا ممكن هنا اذا واحد اطرى شكلي او لبسي ممكن اقول له لا لو سمحت أنا ما عاوز أسمع الكلام ده، بيقبل. إذا تمادى ما تحرش وبتعاقب. إحنا عندنا في الدول العربية للأسف بالعكس، أنت المفروض تفرحي إنه هو يعني بيطري فيكي، يعني كمان على شنو يقول لك، يعني ممكن بعد شوية يتحول كمان لهراسمنت وممكن يتحول لضرب كمان، إنه أنت كمان مفتكرة روحك شنو يعني أنت، أو ممكن يعني يفتكر إنه المرأة هي أساسا طالعة من بيتها عشان يتحرشوا فيها عشان تسمع كلمات الإطراء. أمال أنت لابسة كده ليه؟ أمال أنت عاملة الميك اب ليه؟ أمال عاملة شعرك كده ليه؟ مش عشان تسمع التحرش ده؟ هو طبعا في ما تحرش، يعني هو عبارة عن إطراء بالنسبة له. بس في فرق، بس أنا عن جد أنا آسف إنه عم أقاطع عليك حديثك، بس في فرق كتير كبير بين الإطراء وبين التحرش. التحرش هو الدخول لمساحة شخصية للشخص الآخر بدون موافقته، سواء تحرش جسدي أو لفظي أو بأي طريقة أخرى من الإطراء. أما الإطراء لما هلأ قاعدين مع بعض في مجال، لأنه قال لك ثيابك حلوين أو منظرك جميل ولائق، هذا اسمه إطراء. بينما اذا انت ماشي بالشارع انا ما بعرفك، هذا عم بعمل لك نفس الاطراء. لا دي المشكله هي انت رجل شرقي حتى ما قدرت تميز بين الاطراء. ايوه بالضبط، انا ما اقبله حسب الثقافات. شوف عندك التابوهات عامه، نسميها تابوهات عامه، دائما عندها مشكله في تحديد الفهم. مثلا ما هو التحرش، ما هو الاغتصاب، ما هو الارهاب، كل هذه المواضيع الصعبة تختلف حسب الأشخاص وحسب الدول وحسب القانون الدولي وحسب الدستور لكل دولة. فهي مثل ما تفضلت، هناك يعني تحرش لفظي ولكن هناك تحرش جسدي. مثلا في فرنسا التحرش بمجرد أنك مثلا في دول أسوأ من فرنسا، بمجرد أنك نظرت في عين امرأة أو يعتبر هذا تحرش. في تركيا مثلا أنا استغربت، لأن تركيا ما فيش رجل يكلم امرأة في تركيا على عكس الدول الشرقية، لأن لو صاحت يعني هذا تعدى تحرش إلى الاغتصاب. يعني بلد زي تركيا اكتشفت هذا مؤخرا. فتحديد معاني الألفاظ له يعني جانب ثقافي. أسف دكتورة بالضبط باللي بتقولي، أنا أسف نلقش في تفصيله.
انه نفس القانون اللي قلته بيقول سواء كان لفظيا او بالفعل او سلوكيا او عن طريق الهاتف او الانترنت او النظره كمان مجرد نظره. القانون المصري اللي المفروض ياخد عليه اي مصر. المراه تحس بنفسها او الرجل يحس بنفسه مغتصب مجرد نظره. هناك نظرات تعريك اكثر من اللمس لنكون يعني صراحه في هذا فتحديد المفاهيم هو شويه صعب. وهذا لا يمنع ان عندما يتحدد مفهوم الجمله يجب ايجاد قانون ردعي لها. ردع وعقاب. نعم. هو هذه المشكلة. لكن تحديد المفاهيم مثل ما قالت الدكتورة سيلين أده هو مهم بعالمنا العربي. وبالنسبة للمحاكمة عبر السوشيال ميديا يعني هاي المحاكمة غير واقعية في النهاية بتختفي لما بيختفي الهاشتاج. أنا يعني سمحت لكم كلكم وسمحت برضو مشاركات جميلة من الجمهور وكل النقاط دي جميلة جدا. أنا بس دائرة أوضح حياة أساسية دار أذكر كل الحضور والناس اللي بيشاهدوا فيه. احنا بنتكلم عن المجتمع. القصة دي كلها بترجع للمجتمع في النهاية. المجتمع العربي فيه مش مشاكل لكن دي خصوصيته. لأنه حتى لما ندرس الطلاب في الجامعة عن بنسميه كروس كلتشرال مانجمنت إدارة الثقافة المجتمع بنقول لهم ما بتمشي بلد بتقول لهم غيروا ثقافتكم. بنحاول ندير ثقافتهم بالطريقة اللي بنشوفها صح. ما بنقدر نقول لحد غير المصريين السوريين السودانيين وطيبة. دي واحدة. دي الطريقة الصحيحة لها. الحاجة الثانية ولو عايز تشوف الفريق شوف وانت في اي جروب بتاعت واتساب مع عرب وانت في جروب بتاعت واتساب مع انجليز مثلا زي ما احنا عايشين في بريطانيا مختلفة توتالي. يعني في حاجة الانجليز استحالة الصباح يجيك واحد صباح الخير صباح الخير زهور مش عارف ما مع بركة بيستعملوه الا اذا كان في كلوز فريند. الجوسب بتختلف. احنا في العرب ما بنميز. يعني تكون عندك واتساب مع الفيري كلوز فريند جوسب ومش عارف ايه عندك جروب مع الفاميلي عندك. نحن العالم العربي بنشوت اي حاجه مع بعض لا بيفرزوا انه ده جروب شنو. دي واحده. فلا تذكروا الحاجه دي. انا في رايي المشكله الثانيه هي ما على التحرش بس المشكله في كل الاشياء. يعني ما تحرشوا بس كل الدول العربيه بتدين التحرش. كل الدول العربيه وعندها قوانين له تفصيل والغرب موجود. لكن في الدول العربيه مشكلتها الرئيسيه في التطور بتاع تنميتها انها ما بتطبق القانون. يعني هي ما عايزه قانون جديد. يعني انت ما عايز اللي تمشي مصر تقول للمصريين هاكم ده قانون بريطانيا. طبعا عندهم قانون وزي ما ذكرته هتذكر لك الماده بحساباتها. نحن مشكلتنا الرئيسيه في العالم العربي ما بنطبق القانون. دي واحده. الحاجه الثالثه انا برضو انا انبه لها الناس في بريطانيا هذه لسه احنا موجودين في لندن دي. انا لو رحت البنك وعرفت نفسي قلت لها علام احمد ولا قلت لها بروفيسور علام احمد في البنك هنا في بريطانيا بتحسي لو تعرفتها بانك دكتور ولا بروفيسور بتحسي انها مش عاملتك احسن لكن بتحس زي سلايد ديفرنت. لكن لما نيجي يطبقوا فيك القانون بتاعت الحساب والبنك بيطبقوا فيك نفس القانون. لكن احتمال هنا تتوقع ما عشان انا بروفيسور لا لكن بتتوقع انه ممكن يكون عنده فلوس ممكن يستثمر مش غيره. حتى زمان كان عندنا زميلنا في ديمبرا قال ما بيستعمل التايتل بتاع دكتور ده الا اذا راح البنك عشان مثلا مش عشان انه يتخطوا له القانون. نفس التحرش ده لو حصل هنا زي ما حصل رونالد وديفيتيز حصل حاجة زي دي برضو حيلقى نفس الزخم. لكن في النهاية إذا أثبت عليه وإنه هو تحرش بها حيعاقب. وعندنا أمثلة كثير. عندك بتاع توب جير أكتر زول مشهور كان في البي بي سي في النهاية عشان بس أساء لحد بسيط وما تحرش يعني حتى أساء شالوا في النهاية. طيب هلا شالوا ولكن سعد لمجرد خلينا نشوف صورته ورا. أيوة. خرج من السجن. الألبوم اللي نزله أول ما نزل حقق ملايين المشاهدات. فبالتالي خالد مش الشخص خالد في المحيط. يعني الأشخاص اللي نحن نحطهم آيدل عنا ولا رموز يعني الغلط مش فيه. يعني دي النقطة المهمة. كان ممكن على الشاب أن يقاطعوا أنه مثلا الأباء يقول أولادهم لا تسمعوا هذا مغتصب هذا متحرش. لكن هذا برضو حيسمعوا لأن عنده موهبة. لكن الناس ما تفرق بين الشخص. كنت عايز ألخص بها بنقاط مهمة جدا هذه النقطة. كلكم تكونوا شفتوا الفيديو اللي اسمه ديسباسيتو بتاع البرترينين. الفيديو ده شاهدوه اليوم 6.2 بليون مش مليون بليون. اليوم تقريبا كل العالم. العالم فيه 7 بليون وشاهدوا 6.2 بليون. في مشروع ضخم جدا بالاتحاد الأوروبي قام به بمليون ونص يورو عشان يدرسوا الحالة دي. وأنا هختصر شديد يغودوا ناس في جامعة لندن وقاموا لما درسوه لقوا كمية المشاهدة شاهدوا عليها والناس لهذا الفيديو بتعادل استهلاك الطاقة في 5 دول أفريقية لأنه لايف ستريم من اليوتيوب. لما عملنا تحليل دقيق مش أنا شفت الريزلت حقتهم في قريب ملايين شاهدته في السعودية ملايين شاهدته في الأمارات ملايين في ما بعرف المغرب ملايين وين. أنت لما تشوف الفيديو ما فيه حاجة. يعني لو حسبته بمستوى الثقافة إن إحنا زي ما أنت ذكرت نقطة مهمة قلت إحنا بنسهر حاجة وبنعمل حاجة. دي نقطة مهمة جدا في الموضوع ده كله. يعني السعودية الليلة حتى المجلات زمان بذكر في السعودية بيغطوا حتى صورة البيت بيغطوها.
ملايين في السعودية شاهدت هذا الفيديو، فيوريك ان احنا بنسهر بشيء ونحن ده مجتمعنا، ده مجتمعنا. لكن الخلل كمان بالمجتمعات الغربية. يعني هلا انا ذكرت مثل ترامب، صحفية أمريكية اتهمته بالتحرش فيها، فبيجاوب بطريقة يعني ما بعرف كيف الناس تتقبل من دون ما توقف وتضع عدة علامات استفهام، ليست من النوع الذي يعجبني. يعني عم ينقل بطريقة كتير مؤيدين ترامب كلهم تقريبا يعني 3/4 ريسيست أساسا، وترامب وصل أمريكا لأنه ريسيست. طيب معناها الناس بنفسه هو أيد ترامب وعمل له فوت، هو برضو شايف المرأة، ما هم بشوفوا المرأة والملونين حاجة ما عندها قيمة، فهو كلام ترامب يمثله لأنه هو أساسا ريسيست. بعدين بيجيك البيزنس، أنت قلتوا قبيل المادة، ما بظن فينا الغوة بتاع ترامب أو غيره، هسه أقول زي وردة ولا غير كلهم، بس أنا وردة هو عنده فلوس لو حتى عمل هذا التحرش. تمام، اللحظه جات الست دي قلت ادعت عليهم، مشت المحكمه او البوليس. هو قبل ما يطلع مع الشرطه بيكون ساق معاه تيم من احسن المحامين في القاهره قبل ما يروح ذاته عشان يقول هو اتحرش عليه ولا لا. يعني ممكن حتى المحامين دي يساعدوه باكبر غتر، وحتى لو ارتكب الجريمه يوروه يقول ايه. ولكن كمان من ناحيه ثانيه ليس كل النساء صادقات بالنقطه. ايوه، يعني بس الناحيه زي ما ذكرت ابتزاز المشاهير للحصول على اموال. هلا اذا ما في دليل ما حيتم ابتزازه للشخص، اذا ما في دليل على إيه فهو ما هم يخاف. ولكن على مثال سعد المجرد مثل ما عم نقول في خطا من الشعب، انا بوافق اكيد انه نحن عم نقله الاشخاص، ومثال على التأليه انه نحن لسه ناطرين ورده يكون عم يلعب بالمباراه مع انه زراح في 10 غيره بالفريق، ما انه هو الشخص الوحيد فينا نجيب بداله. ولكن anyway سعد المجرد لو تم محاسبته باي شيء بقلب المغرب يمكن كانت العالم فكرت انه ايه منطقي، لانه القانون تبعي اللي هو عم يمشي البلد تبعي قال انه هذا الشخص غلطان، فاذا انا كشخص قلهته القانون عم بيذكرني انه هو غلط، ولكن هذا الشيء ما صار. بينما بنفس الوقت نطلع على رانيا يوسف رح شوي رح تنحبس المخلوقة ما بعرف قديه لأنه لبست فستان وما عجب، حتى كان لها تعليق بزبط على الموضوع. معلش تعليق بس فضل. أنا آسف يا جورج على اللي أنت قلته، يعني أنا مبسوط جدا أنك يعني جبت النقطة دي. هي الأزمة المجتمعية زي ما الدكتورة قالت هي الكيل بمكيالين، وعشان كده موضوع عمر وردة لو فتحنا فيه احنا عممنا المعاني، وكل طبعا حد من ضيوفك قال نقط مهمة، لكن داخل فيه اكتر من نقطه. الموضوع مش كوره، الموضوع مش تحرش، الموضوع مش قانون بس. الكلمه من كلين بيتكلم جورج اخويا، ويعني انا يعني يمكن هو متابع الشان المصري اكتر مني وده اللي متعودين منه يعني احنا كعرب دايما، لكن اتكلم عن رانيا يوسف فستان، هي يعني واحده من اجمل الفنانات عندنا، وشافت هو لائق ليها وست متزوجه وفي في 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 بيسموها الكات ووك، مشيت بيه اتقلبت الدنيا والاخلاق والمبادئ، واحنا مصر صحيح اخلاقي ومبادئ لابسه فستان ماشي. حصل بتفرج في ديسباسيتو في نفس الوقت. هقول لحضرتك اللي قلع من ديسباسيتو دلوقتي. حصل والموضوع مش سر وطلع للفقدر اقول اسامي، فيديو غير لائق واختراق واضح للخصوصيه للفنان الكبير والمخرج الكبير خالد يوسف. وفي ظهرت اثنين فنانين، انا اعذروني ان انا بس خايني ذاكره، واحده منهم اسمها شيماء الحاج اعتقد، هنا بتتكلم عن نفس القصة يعني، وضحية هي وكل حاجة، وتم نشر فيديو، تم إعادة نشر الفيديو 50 مليون مرة، والشباب تكتب دي تستاهل دي كذا، طبعا ما قدرش أقول اللفظ، ودي أصلا يعني كانت راضية بالموضوع وبتعمل الحاجات دي وكذا. طيب ادي رانيا يوسف، وادي شيماء الحاج، وادي عمرو ورده ليه؟ بعدين الناس تجيب لك يا ريما صوره وهو بيحج ولا بيعمل عمره وتقول لك اخترته المعصيه وسبته. انا يا عمرو يا ورده انت عندك القدره والحريه تروح عمره 15 مره في السنه وتعرف البنات اللي تعرفها. احنا بنتكلم ان في دول ضحايا، مش بنتكلم ان انت حياتك الشخصيه. معناها انتهى الوقت، هناخد مداخلات سريعه. تفضلوا جورج، عندك اي تعليق اخير على الموضوع؟ أنا كثير بوافق على قصة المكيالين اللي عم نزين فيهم، بس عن جد نطرح السؤال نحن ليش عم دائما عم نبرر للرجل وعم نحاسب المرأة؟ فهي المشكلة ما بس قصة التحرش هون، قصة الدور الاجتماعي اللي عم نميز فيه الفرق بين ذكر وأنثى. دكتورة معناها احنا كده اتفقنا على إنه الرأي العام هو اللي بيأثر. أفصل الرأي العام عشان تقدر تحاسبه بعدل. ما أنت إذا بتحكم الرأي العام وبتطلع وردة لأنه الرأي العام ما عاوز يطلعه برضه بنفس الطريقة، أنت كده حتكيل بمكيالين. إذا الرأي العام ظلم شخص
حتشدد عليه العقوبة بناء على الرأي نعم. العام. أنا أفتكر القضاء لازم يكون مفصول عن الرأي العام. شكرا لك دكتورة. أنا أوافق الزميلة يعني وجهة نظرها أنه يجب التعامل مع الأشخاص كأشخاص بغض النظر عن شهرتهم وعدم الكل بمكيالين في هذا النوع من الأشياء. الخطأ لماذا دائما نوجهه إلى المشاهير؟ خطأ أيضا من التركيبة، البنية التحتية، الثقافة، الدين، العادات، التقاليد، الطابوهات، كل هذه الأشياء. فعندما نغفل أو نجعل من إحنا مثلا شخص زي وردة حواليه برامج وبرنامج وتسويقات إيز بانكيبل يعني وراه فلوس كثيرة، فعشان كده الناس بتهتم. لو كان أحد متحرش في أدغال إفريقيا ولا في منطقة من منطقة ولا أحد اهتم فيه أساسا، الموضوع الآن دسم، فيه فلوس، فيه جيوسياسة مصالح. أنت تفضلت وذكرت موضوع الكرة في اختيار التوقيت ليس اعتباريا في عدة اعتبارات يجب الانتباه إليها. بروفيسور بسرعة لو يعني تعطينا جملة أخيرة. الحل لكل الموضوع الناقص دولة كل ضيوفك التعليم، عشان كده بريطانيا توني بلير زمان بيقول التعليم ثم التعليم ثم التعليم، والليلة لو ولدك ما راح المدرسة بالقانون بيدخلوك السجن. ليش؟ لأنه التعليم بيحل كل المشكلة دي، بيخلوا الناس تكون واعية، ما تشير أي حاجة، فيديو فيه فضايح. أنا بقول للناس الفيديو قبل ما تشيره أسأل نفسك في مصلحة في تشهيره؟ نعم. التعليم حل الإشكالية دي كلها، وللأسف أكثر دول منحدرة في التعليم هي الدول العربية. شكرا لكم، شكرا للجمهور معنا في الاستوديو، إلى اللقاء. Thank you.